نواصل التغطية هنا في مجمع العثيم مول في حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية. نستضيف في هذه اللحظات أستاذ محمد الشمراني، مشرف تشغيل ومسؤول الفعاليات في مجمع العثيم. نرحب بتواجدك معنا في شبكة الفارس الإعلامية. الله يحييك إن شاء الله ويوفقكم إن شاء الله، وشاكرين لكم على التغطية الجبارة في كذا موقع، يعني سمعنا عنكم ومشاركتكم معنا في بعد وزارة الصحة بإذن الله. نسألك أستاذ محمد عن هدف مجمع العثيم من استضافة مثل هذه الحملات. مجمع العثيم من المجمعات المشهود له باستضافة مجموعة كبيرة من الحملات، الهدف من هذه الاستضافات؟ والله العظيم بالنسبة للهدف، طبعا احنا نرحب بجميع الحملات، وزارة الصحة، الجهات الحكومية، القطاعات الموجودة. الهدف منها هو نشر الوعي وتثقيف الناس، اكبر عدد جمهور موجود كمتسوقين، وانت عارف الايام هذه انه الناس تتجه للمجمعات، فيكون عندهم بعض المعلومات ما يعلمون عنها. فلما توجد الفعاليات هذه في المجمعات بالعكس تقفون الناس، يزيد الوعي، يزيد الفكر، تكون لهم مبادرات، مشاركات. في ناس عندها زي ما تقول حب العمل الخير بالنسبة للفرق التطوعية الموجودة. بالعكس احنا نستضيف أي جهة كانت، وزارة الصحة ما هي بأول مرة تشارك معنا، قطاعات ثانية، جامعات وكذلك. احنا نعين ونعاون الفعاليات المقامة والتثقيف والوعي بين المجتمع. أستاذ محمد، أنا لاحظت أن قاعدين تشتغلون على مسرح جميل، اكتمل المسرح ولا؟ والله باقي اللمسات الأخيرة إن شاء الله. عندنا فعالية طبعا راح تقام يوم الجمعة، اليوم غدا، اليوم العالمي للطفل، راح تكون بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود، أو أنه راح يكون وكيل حقه موجود بالنيابة. طبعا فعالية هو اليوم العالمي للطفل على مستوى المملكة موحدة، وراح تقام عندنا في العثيم، ونقول إن شاء الله الله يوفق ويتمم على خير إن شاء الله بإذن الله، ونتمنى لكم التوفيق. عمل جبار تقدمون أستاذ محمد، نشكركم عليه. الله يسعدكم، حنا اللي نشكركم ونتشرف فيكم، ونطمع في زيارتكم في كذا حملة وكذا فعالية تقام عندنا في المجمع إن شاء الله. دائما متواجدين معكم بإذن الله. أعطيك العافية أستاذ محمد. فيك إن شاء الله.